محدش قادر عليا، محدش قادر عليا. ايه ده وبيعمل كده ليه يا جدعان؟ الواد هينسحب ولا ايه؟ برموته خلص؟ هو ده اللعب يا جماعه، هو ده اللعب، 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 هو ده اللعب. خلص يا رودري. اه الواد اللي بيلعب على علي ده لعب يعني مش ممكن، خلص من السبعينات ده ريس. يا عم فاتي في بالرين، يا عم فاتي فوق. روح افرد، روح افرد، ما تبقاش غبي. طب ادي ادي الواد هناك، ادي الواد هناك، وديه خلص لنا الماتش، خلص لنا الماتش يا راجل. ما تمدش كده، روح يا خسوس، اجري يا خسوس، اجري يا خسوس. اوعى لا 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 اوعى اوعى يابا. لا لا ملهاش لازمه، محدش قادر عليا. كل ما اقول الجمله نخسر اللي بعدها. انا هوريكم بس عينه من ريتشاردسون ممكن يعملها. ايه ده بيرفع فعلا؟ يا ساتر يا ساتر، لا لا اوعى نتغر. ولا فالفيردي حبيبي، مش انا، مش انا حبيبي، هو ادامه بس اللي بيرشقها. يا ولد يا ولد يا ولد، روح يا خسوس، خلص يا خسوس، خلص يا خسوس. ايه يا جدعان ترشتجن؟ مش طبيعي والله. لا 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 لا، الواد ده حظه مش طبيعي. انا مش، لا ما هي في ماتشات بتبان. ايه يا جدعان، ايه يا جدعان، ايه يا جدعان، ازاي يعني؟ استنى يا مايلو، هاو 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 يا مايلو، هاو هاو يا مايلو، هاو هاو يا مايلو. بص خسوس بيعمل ايه؟ خسوس انا بيكوا لعيبه في حلقه جديده من حلقات الالتيميت تيم، ورجوعنا مره اخرى عشان نشارك في المهزله دي. ادمنت الموضوع، قعدت العب لوحدي اوريك وصلت لايه يعني، عشان اوصل لفريق بقى الاحلام. حملت فريق دوري انجليزي هنتعرف عليه النهارده، هنشوف جمعت كام نقطه في الفوت شامبيونز عشان اخش بقى اخيرا ونشوف اول تجاربي. لكن ما زلت بلعب رايفلز، ما زلت محشور في ديفيجن 6 و5 و6 و5. لما نشوف هنعرف نطلع، جايز يكون وشكو حلو معايا. النهارده هوريكو ملخص كده ماتشات لعبتها، ايه اللي حصل، فريق عامل ازاي، وهفتح باكاية وحيده في اول الحلقه، هي باكاية البري اوردر اللي بيجي لي مع السدهايه. لو انت كمان محتاج السدهايه بفكرك ممكن تشتريها من جيمز تو ايجيبت، بسيب لكم اللينكات تحت اللي ممكن تعرف منها كل التفاصيل. دلوقتي يلا نديها التيميت تديك تراوه. ادي الالتيميت تيم والبلاي رايفلز والكواليفيكيشن بروجريس، وصلنا ل 887 نقطه، وده في حد ذاته مش وحش. فاضل 3 ايام على بطوله الفوت شامبيونز اللي جايه، ممكن ما الحقش، ممكن الحق على حسب الماتشات وعلى حسب الاسبوع. اظن ان انا مش هلحق الويك اند ده، ممكن الحق الويك اند اللي بعده بعد بقى ما نخلص الشامبيونز ليج الاسبوع ده وعندنا دغدغه اوروبا ونخش على التوقف الدولي نبقى نلعب اكتر. ادي الباكايا اللي يعني نوينا نفتحها معاك، وهي باكايا واحده يعني، انا فتحت 30 و40 باكايه ما نفعتش. تعالوا نشوف ممكن يكون القفل في الباكايه دي. وكاوت ولا وكسرو ولا بيقولوا ايه؟ مش اي حاجه؟ همبكا بكبكا ولا اي حاجه من الحاجات الرير تو ايجيبت ولا اي ايه؟ مين ده؟ انا حظي فاري، انا حظي فاري، الكلاب حتى بتهوى وتحت صارت علينا. ايه يا عم مايلو ده؟ ايه يا عم مايلو القرف في الحظ المنيل ده؟ ايه ده؟ ايوه يا عم مايلو. باريس تشامبيونز ليج 79 97 79 حاجه ليله وكاتاليست. هي انا عارف، انا حظي حظ اخبر، انا عارف. نظر قبل ما نلعب الماتشات على فريق اللي كونته لحد دلوقتي يا جماعه، وتقولي رايكم برضو لان رايكم مهم جدا. دول افضل لعيبه لعبت بيهم، ولحد ما معايا 40,000 كوين لحد دلوقتي. طبعا فرقه البرو كلوبز ظبطوني يا جماعه، اس اس بي هات واس بي اس والحاجات الغريبه اللي انتوا بتعملوها دي يعني ظبطوني. ما طلعليش اي حد الحقيقه من الباكات، لكن تلاقي لعيبه عماله ابيعها واجيب لعيبه من الدوري الانجليزي. دول يعني الاساسيين تيموري وسانشيز وديني وبلرين وادام تراوري، ماكسيمان لسه جايبه جديد بدل زها ما ينفعش معايا، فريد ونديدي افضل ثنائي لحد دلوقتي بفلوسي، جابرييل ورودريجو هايلين الاثنين قدام، كان معايا ريتشارلسون لكن خليته يبقى على الدكه، عندي اريكس، عندي اريكسون اعاره، عندي فرناندو، عندي بيبي، عندي تيرني، عندي الدرفيلد وروميرو وروديجيرو وابراهام وكوريا ويوتا ودوكوري ومورينيو هو المدرب بتاعنا في هذا الفريق. قلت اجيبه كده بما ان انا بلعب بشكل دفاعي شويه، بارك ده باص وبضرب بالهجمات المرتده. تعالوا نشوف ماتشاتنا هتبقى عامله ازاي حظنا هيجي عامل ازاي في ماتشاتنا في اول بقى ايه تجاربنا معاكم في الديفيجن رايفلز. شوف الحظ بقى لما يعني يقول لي فاضل 5 ماتشز ريميننج ان ذا ويكلي كومبيتيشن اوف ذا ديفيجن، اوكي فاضل لنا 5 ماتشات، فغالبا هم دول ماتشاتنا في حلقه اليوم. نشوف هنرسي بقى فينا على انيو ديفيجن. هنا برضه يا جماعه فرصه تتعرفوا على اللطقم بتاعتي. ادي بقى طقم ايه ده، انا عامل ستايل الدبه ولوجو الدبه كده، فمنقينه بقى طقم كده شياكه كمان معاه، وادي الاحتياطي اصفر ولينه ازرق، وده
الاساسي بتاعي اللي انا بلعب بيه. بالصلاه على النبي، ايه ده حلو، ده قوي حلو، الفريق ده قوي، يا رب ترسى على كده الخمس فرق المتبقيه. يعني واتكنز حاجه جميله، وفاتي ورجليون حاجات عرر، يعني كلها في المقدار، لكن انا اقلق من الفرق دي. بص بقى الاجواء بتاعتنا، اخترت طبعا ملعب الامارات يا جماعه، ده انسب حاجه طلعت لي في باكا بصراحه. الباكا هي الوحيده اللي طلع لي حاجه كان نفسي فيها، هو ملعب الامارات. عملت لوجو ارزع اف سي الدبه، وحطيت بقى الاجواء بتاعتنا، وتعالوا نشوف ايه اللي بنلعب. منتخب اسبانيا، رجليون وبلرين، حتى ديربي لندن، حتى بقى كوكي ارسنال، هيعدي ولا مش هيعدي؟ لا يا ولا، انسى انسى، بلرين عارف ان انا ارسنالاوي ومش هيحرجني النهارده في المواجهه دي. روح افرد، روح افرد، وما تبقاش غبي. طب ادي ادي الواد هناك، ادي الواد هناك، روح يا ماكسيمانو، روح يا ماكسيمانو، زباله. صح يا سانشيز، زفت زفت يا سانشيز، زفت. لا يا جدعان مش هينفع، الفرقه دي مش هينفع، الفرقه دي تكسبنا خالص والله، فرصه يعني. روح يابا، هو ده هو ده خيسوس يا جماعه، هو ده خيسوس. انصح اي حد معاه 30 40 الف بهذا الراجل. لا لا لا، احلى فلوس دفعتها بصراحه في الالتيميت تيم وما ندمتش عليها. ايه ده وبيعمل كده ليه يا جدعان؟ الواد هينسحب ولا ايه؟ درموته خلص يا عم فاتي، يا عم فاتي، في بيلرين يا عم فاتي فوق. ايه يا فريد، ايه يا فريد، خلصنا يا فريد من الماتش ده، خلصنا، خليه ينسحب بدري بدري، خلصنا يا فريدو، خلصنا يا فريدو، خلصنا يا فريدو، خلصنا يا فريدو، يلا يا عم، يلا يا عم، عد يا عداد. هو ده اللعب يا جماعه، هو ده اللعب، 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 هو ده اللعب. خلص يا رودري، لا يا رودري، لا يا رودري، لا يا عم، خلصنا بدري بقى الماتش ده. لا لا ملهاش لازمه. دبل كيك، جون حلو بصراحه، يعني جون بيرنلي قوي اللي حصل ده. جننوه 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 جننو. لا يا راجل بقى، يا رودري في ايه يا خيسوس، هيا هيا وديه، خلص لنا الماتش، خلص لنا الماتش يا راجل، ما تمدش كده، ما نرجعهمش في الماتش يا جدعان، دول ما ينفعش يرجعوا في الماتش. صح يا تموري، روح يا خيسوس، اجري يا خيسوس، اجري يا خيسوس، جري بسرعه. الواد بيحاول يلعب لعب حلو، يعني لعب نظيف، عايز يجيب جول، ما عندوش اوبشن ان هو يرقص. فانا عشان كده اقلق من الفرق اللي هي الصغيره دي، فلازم تضربه بسرعه يا راجل بقى. الواد اللي بيلعب على العالي ده لعب يعني مش ممكن، خلص من السبعينات ده ريس. خيسوس خيسوس، يلا يا جدعان، يلا يا جدعان، ما نستهونش بالفريق، امال لما نلعب فريق كبير هنعمل ايه؟ ادي يا جدي، يلا يلا انسحب بقى، خلص بقى في ليلتك دي يا عم شهدي. اوعى اوعى يابا، لا يا جدعان ما يرجعش كده ابدا، يعني ايه رودريجيز ده اللي تحول بقى باتمان؟ اوعى، لا 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 نقضي عليه يا جدعان، نقضي على طموح الواد ده، الواد ده طموح قوي، عايز اقضي على طموحه خالص. صح يا خيسوس بقى، خلاص صح يا خيسوس، صح يا خيسوس، خلص يا خيسوس، خلص يا مجرم، وديه وديه، روح يا خيسوس، روح يا خيسوس، روح يا خيسوس، روح يا خيسوس يابا. ديني هايل، ديني هايل، بيقولوا لي عليه بطيء، بس انا انا بصراحه يا مجرم يا راجل بقى. ايه يا جدعان بقى، ايه الدلع ده والله، بنستهتر احنا بالواد ده جامد. صح يا ديني، يا سلام والله العظيم يا ابني. فريد يا جماعه، فريد عظيم في الالتيميت، عظيم. بص قلب مانشستر، الواد خاف من ديني والله، ما بقاش يعدي من هنا خالص. يا فريدو يا فريدو يا فريدو، هتجيب في المساحات يا ودي. لا يا عم رودريجو، في ايه يابا، في ايه يابا، ممكن نخلص، ممكن ولا مش ممكن؟ هينسحب ولا هيبدل، عنده طموح، انسحب. الاول جالي بكايه كده في النص، يعني تورير جولد من من اوبجيكتيف، يمكن الامل في دي بقى مره واحده. ايه انتوا فاهمين طبعا، دي مش ووكس رو ولا حاجه، ولا ووكس رو ولا مش الماني، سقفوا له الالماني ولا ايه؟ فولسبرج، ايه ده؟ تيم اوف ذا ويك، تيم اوف ذا ويك،
حاجة حلوة ولا مش حاجة حلوة؟ ارنولد ده بكام تيم اوف ذا ويك ده؟ طب ارنولد بتاع ليفربول يا جدعان. ماتش برضو يعني فرقة سهلة تعرفوا عليها واحنا بنلعبها كده يا جماعة، حظنا حلو يعني، عايزين نخلص بدري بدري وننهي برضو على العيال الطموحة دي بدري يعني. بصوا بيلعبوا بارنز، مش عارف طلع لي دوري انجليزي من المنطقة الدافئة النهاردة. لا 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 يا ولد يا سانشيز، يا ولد يا سانشيز. سانشيز يا جماعة نصيحة مني ليك، لو عايز تلعب التيم الدوري الانجليزي ودي يا مان سايد. اوعى لا 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 يا ابن الكلب. شابلن لعيب تيست 68 بجد يا جماعة، بجد ده مستوانا يعني؟ يا بلرين يا بلرين، شكرا يا عم توموري. ممكن نخلص يا رودريجو؟ ماشي يلا، انا عايز اقتل طموحاتي. هو التاني هو التاني هو التاني، اقضي على طموحاته في اقل من ثانيتين يا ولد يا فريد. خلص يا رودري. ايوه سام ماكسيماو، سام ماكسيماو هينسحب بدري بدري وريح. محدش قادر عليا، كل ما اقول الجمله دي اخسر اللي بعدها. الماتش الثالث يا جماعه فريق افضل شويه، فريق اسباني بقى ميكس، عنده فالفيردي وعنده بورتو وعنده فاتي وعنده اناكي ويليامز، فريق سريع ودييجو كارلوس ورا، يعني الموضوع هيبقى صعب. دييجو كارلوس غالي جدا، عنده فكير، عنده يعني لا فريق، وتير شتيجن وامتيتي، فيعني ده مقلق شويه. اتمنى ان احنا ناخد منه بقى ايه. يا ساتر يا ساتر، لسه بقول اتمنى اتمنى. ايه يا عم الحاج ما تهدى على نفخنا شويه، ادي في الواسع يابا، جريهم جري لي ادامه، روح يا ادامه، خلص يا ادامه يا ولد. ادامه خطير، هي دي اللعب، ايزي اس سمبل باس سمبل، خلص على طول بدون فزلكه. لا مش ادامه، ده مش ادامه حبيبي، هو ادامه اللي بيعرف يعملها كده. يا ساتر يا ساتر، لا لا اوعى نتغر، ولا فالفيردا حبيبي، مش انا مش انا حبيبي، هو ادامه بس اللي بيرشقها. شكرا، ده واد جميل قوي، ثبتها لي على الخط وانا اديتها لك تاني اهو. هو ايه ادامه تراوري حد انذر لي عشان ايه؟ جاب جون قلع التيشيرت ولا ايه؟ انسى توموري مش بيهرج تشامبيونز ليج اديشن. روح، حلو قوي يا رجال، حلو قوي يا رجال، حلو قوي يا رجال. يا سام ماكسو يا سام ماكسو، اوعى يا لينو. يلا 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 هنجيبه هنجيبه في المتناول ان شاء الله. خدهم يا دامه، خدهم يا دامه، خدهم يا دامه. يا بتاعتنا بتاعتنا، فين يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ ايه ازاي يعني؟ لا يا جدعان والله ما كده ابدا، ازاي يا ازاي؟ طيب ايه الاغنية دي؟ مش هتقف ولا ايه؟ the pass he had in mind, making sure nothing untoward happened. Look at Digne. Well, not the pass he had in mind. نفس حلو برضو سريع عمتها. اقفل يا توموري الله يبارك لك. Well, not covering himself in glory. هيا يا ابن اللعيبة خش. طب اقول ايه طيب؟ اقول ايه والله؟ يا بيلو يا بيلو انت طاير ليه هناك كده؟ الله لا يا جدعان، خرا يعني خرا. ندي الاتاكينج نخاطر شويتين يا راجل يا راجل، خلص انت التش. حلو قوي الواد شمستي تشميسه، نزلت له الكارت السحري ريتشارلسون يا جماعه. ريتشارلسون بص ريتشارلسون بيعمل ايه يا جدعان، انا هوريكم بس عينه من ريتشارلسون ممكن يعمله. ايه ده؟ دي نفعت فعلا.
ما تهزرش يا عم والمصحف بقى افتكرتك بتتكلم بجد. يا ولد يا أدامة يا ولد يا أدامة. Good defending to prevent the chance. The hosts have really controlled possession. It's important to have strong dominant players in your midfield and they've got that. Oh surely. And a goal! Wonderful stuff as they accelerate away from the opposition. Yeah, wow! Goals and plentiful supply. عدي يلا. عدي يلا. ايه يا جدعان انت بتشتغل مش طبيعي والله. لا 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 الواد ده حظه مش طبيعي. انا مش لا ما هي في ماتشات بتبان في ماتشات كده بتبان. ايه ممكن ينسحب ولا ايه؟ ما تنسحب خليك جدعه. هو اللي ينسحب؟ هو اللي ينسحب. خلص بقى لسه 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 فيها لسه فيها. هيتنسحب ولا لا يا جبان؟ هاي يا تموري والله هاي. يلا يا جدعان يلا يا جدعان هنعملها هنعملها لسه بدري. يا لو عدت يا ودي 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 حت امك يا خسوس حت امك حت امك حت امك بليز بليز. دي خطره دي دي خطره دي يا عم. دي تخش في تشتغل ازاي يعني. يلا هجيبه 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 هجيبه. يا ديني يا ديني لسه بقول عليك حلو يا ديني. انا حاسس ان احنا هنعملها. انا حاسس ان في رومونتادا. لا يا جدعان تير شتيجن مشفر مشفر. لا والله روح هات جون بقى. ما هي الماتش ماشي كده. ما هو الماتش ماشي كده. ما هو الماتش ماشي كده. طب ده كلام النبي يا جدعان. طب والنبي ده كلام حرام والله. مش ماشية هي مش ماشية النهاردة. بلاعب فريق الأرسنال يا جماعة يعني واحد عنده سكة لاكازيت بيبي ديفيد لويس جابرييل وفي بقى شيلو ايه ده هو حاطط لوجو الأرسنال أصلا. ماشي يا عم أندرسون يعني أنت زميل بقى في الإخوة لما نشوف. ايوه روح على ديفيد لويس وجابرييل انا عارفهم انا عارفهم يا خيسوس عارفهم يا خيسوس. يلا 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 يلا. توماس بارتي يا جماعه كمان معاهم حاجه يعني مش ممكن. وادي في الفودن اهو. خد فودن شكل فودن سريع يا جدعان. يا لهوي ودى لاكازيت لاكازيت بيجيب جوان. لينو ايوه اقفل يا لينو على لاكازيت كده انت عارفه كويس مفروض. ديفيد لويس وخيسوس مفروض يعمل كده يعدي. ايوه والله العظيم هو دفاع ارسنال هو وحي الحطه وهي النطه. جون 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 جون. هو ديفيد لويس ابن الكلب. هو فرحان لي قوي بارسنال حاطط لي ديفيد لويس وسكا ولا سكا يا ابن اللذينه سكا. قلت لك انا سكا ده خطر. خلاص يابا انت جبت جون في كاس العالم خلاص. ايه الواد سكا ده يا جدعان. يا ساتر تيلي منزو فودن. لا فرقه تخوف. هو في ايه هم ليه بيهاجموا كده يا جدعان بقسوه كده؟ ليه بيهاجموا بقسوه كده؟ يبقى فتحوا اتاك يبقى انا اديهم في المرتدات. ديفيد لويس بيرفع. اوه مفيش ورا ديفيد لويس ودي فرصه. ادي على طول بقى القدامه بقى وهم متقدمين كده. بص بص ضاغطين قوي هاي بريس عاملين هاي بريس. ودي في المرتدات يا ولا. ودي في المرتدات يا ولا. روح 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 ده دفاع ارسنال. روح روح عارفه وحافظه صم عارفه يا راجل. هيا بقى مساحاته مساحاته يابا. خلص الرابع انسحب بقى يا اسطى وخلص نفسك في الليله دي. استنى يا مايلو. هاو 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 يا مايلو هاو هاو يا مايلو هاو هاو يا مايلو هاو هاو يا مايلو على الجون الخامس خمس تجوار يا مايلو هاو هاو يا مايلو هاو هاو يا مايلو. خوفهم يابا بقى علامه الدبه ومايلو بيهاو. فريق عنيف جدا. اديني سايد شوف سايد فعلا السادس جابرييل هيجيب السادس. يا لهوي يا لهوي هينسحب.
حدش قادر عليا، حدش قادر عليا. اخر مباراه يا جماعه عندنا يعني ضد راجل برضو يعني تعبان بيلعب بفريق برازيلي كده برتغالي، يعني حاجه مش مفهومه، لكن المفروض ندوس عليه ونخلص بقى ونفتح باكيتجاتنا بقى، لان انا تقريبا تلاقي لي حاجات في الاوبجكتيفز، فعايز افتح باكيت باكات بقى. يمكن الباكه بتاعت الرايفل دي حاجه تانية، يمكن لما اخلص اخر ماتش يكون في امل بقى نكسب حاجه كبيره بقى. ودي يا عم يا ولد 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 يا جماعه، خيسوس حته تانية، خيسوس في حته تانية والله. يا ولد يا ولد يا ولد، روح يا خيسوس، روح يا خيسوس، خلص يا خيسوس، خلص يا خيسوس، خلص يا خيسوس. جبار والله، جبار هذا، جبار. اوعى تنسحب بدري، لا سيب اللعيبه يتفرجوا على شويه من الحلقه في اخر ماتش. يا خيسوس روح يا خيسوس، روح يا خيسوس، روح يا خيسوس، روح يا خيسوس. ايه ده ايه ده ده، لازم نضربه بالبوكسات بقى. يا حوت بقى عشان تبقى تضربني بالبوكس بقى. يا جماعه خيسوس ده بسم الله ما شاء الله 75 الحسود. انت بجد مش هتنسحب، ده انت ده انت بطل والله، ده انت ده انت من الناس الجميله يا اخي اللي لعبتني. يا ولد يا سانشو، بص 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 نتنك عليه بقى، كنت تعالى اهو، تيجي تاني اهو، تيجي تاني اهو. انت تعبان قوي يا اسطى بقى، ما تمشي بقى، ما تمشي، روح لحالك بقى. حد ياخد منه الدراع يا جماعه في البيت ده. هي هي السادس، هي هي السادس، هي وجول جول جول جول. ايه يا عم بقى، ايه يا عم، هتمشي امتى؟ الله تكسيره، الواد ده غالي على فكره، اليكس تكسيره يعني بيقولوا بفلوس كتير. روح يا ولا، روح يا ولا، يا رودريجو، يا رودريجو برضو ايه، في حاجه غلط يعني، رودريجو في حاجه غلط. بص خيسوس بيعمل ايه، خيسوس ده، خيسوس شكرا. روح اتراوري، روح اتراوري، الله على الاسيست، الله على الاسيست. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ استنى يا عم نعمل تبديله، نوريهم بقى تبديلاتنا. خد يلا ريتشارلسون العب مكان رودريجو، وخد يلا يا تيرني انزل مكان ديني، وخد يلا بيبي ورينا مكان سام ماكسيمان شغال، ونعمل كده ونرجع تراوري ناحيه اليمين. ادي يا ولد على الجون والحلاوه والشياكه والتكات وال ايه ده، انا عاجبني ان هو مش عايز ينسحب، يعني عنده امل ان هو يعوض في الماتش. وديه يا راجل، يا كان نفسي اجيب العاشر، انا عايز اجيب العاشر، انا لازم اجيب العاشر عشان دي نتيجه مش هتحصل كتير، فلازم يعني نعمل زي بايرن كده، ندوس على وش اي حد يلعبنا. ماشي يا اسطى، قشطة 9-2، يلا مش 8-2 برضه. المهم خلص يا عم خيسوس، خلص بالعاشر بقى، هو العاشر، هو هو هو. اوعى يلا بقى، اوعى. هي أدامة 11-2، 11-2 نتيجة تاريخية. تعالوا نشوف الباكات اللي طلعت لنا، ولما خلصنا بقى الماتشات دي هنخش على ايه. وانا بتعلم معاك والله اللعبة، وده اللطيف يعني، خصوصا انت المفروض يدوك كورتين مش كرة واحدة الحقيقة يعني. 7 تجوان كده انا وصلت يا جماعة اهو، يعني ل 1100 نقطة تقريبا، فاضل لي 900 على الفوت شامبيونز الاسبوع ده، ما اظنش هلحقها، لكن خلينا نشوف بقى الجوائز بقى، اكيد في جوائز بعد ما خلصت الرايفلز دي كلها. الرانك اعلى حاجة ورانك نمبر 1، المفروض ده كده لوز اللوز بقى اهو اهو، يعني المفروض كده بقى ان انا، ولا دول هاكس دول ولا ايه يا جدعان؟ جولد في اف اكس، في اف اكس انا يطلع لي في الاخر بعد كل ده ومستني عشان يطلع لي في اف اكس، يا نهار اسود طلع لي اللون الموف، يا حلاوه فرحه، ايه ده اللي انا قاعد مستنيه كل ده.
يا بلد، يا التيمت. عموما يعني احنا راجعين تاني في الالتيمت، هحاول اخش الفوت شامبيونز. قولي لو عايزين تبقوا معايا الاسبوع الجاي في رحله ال1000 نقطه التانيين دول، ولا ادخلكم على الفوت شامبيونز على طول. سيبوا لي رايكم في الكومنتات. لو الحلقه دي عجبتكم يا ريت تعملوا لايك، تعملوا شير، تعملوا سبسكرايب عشان نوصل ل 200000 لعيب، وتفتحوا التنبيهات عشان تجيلكم حلقاتنا اول ما تنزل. لسه في مفاجآت، اول ما التوقف الدولي يجي هنا هتلاقوا مفاجآت في العب اكتر واكتر بعيدا عن ارزع. وكفايه لعبه قوي لحد كده.